مشاهدي الكرام، مرة أخرى نعود ونتواصل مع حضراتكم وآيات ومعجزات، ويسعدنا أن نلتقي حضراتكم حول قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذه الآية الكريمة في أي سورة من سور القرآن الكريم وردت، وما هو رقم الآية؟ ونستكمل اللقاء الشيق والطيب والمبارك، واللقاء الذي يجمع ما بين اللذة العلمية وأيضا الإعجاز العلمي في القرآن مع الأستاذ الدكتور أحمد عبد الخالق سلام. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. تعرفنا في قبل الفاصل في الجزء الأول من لقائنا مع حضرتك اليوم حول هذه الآية الكريمة: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، بنكررها كتير لأن في آية مشابهة لهذه الآية الكريمة، والجائزة 1000 ريال من خلال أرقام التلفونات الخاصة بتلفزيون شبابيك وبرنامج آيات ومعجزات. دكتور، هذه الآية الكريمة حضرتك وضحت لنا قبل الفاصل أن اليوم بألف سنة مما تعدون، وأن هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حجر سقط من قاع من فوهة النار إلى قاعها في 70 سنة، يبقى خلاص خدنا المدة 70 سنة. وكنت حضرتك عايز تطبق قوانين نيوتن للجاذبية لمعرفة المسافة. نص القوانين يا دكتور، حضرتك قلت لي عين تربيع بتساوي ثلاث قوانين. أي. عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 دال ف. اي احنا نطبق اي قانون لو ده حركه راسيه او حركه الجاذبيه الارضيه، يعني احنا بنتكلم عن الجاذبيه، يعني ده القانون اللي هنطبقه مثلا. نعم. وفي الثانيه اللي هو عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع، اللي هي ف بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع او دال نون تربيع. نعم. برضو على اساس اذا علم عند السرعه الابتدائيه بصفر وعند علم الزمن المطلوب حساب المسافه. اي فانت لما تيجي تطبق بالزمن بتاعنا عشان توصله للثانيه لابد ان انت هتحول ال 70 سنه الى ثواني. نحولها ازاي يا دكتور؟ هتحول بقى، هتضرب بقى 365 يوم. 365 يوم. ايوه. في اليوم فيه 24 ساعه، 24 الساعه فيها 60 دقيقه. ايوه. الدقيقه فيها 60 ثانيه. وهكذا عشان تضرب ده في كله. ايوه يا دكتور. تمام. تعالى بقى يوما عند اليوم بقى عند ربك ده 1000 سنه. يلا احسبها بقى. هتحسبها ازاي؟ هات لي اي اله حاسبه هتطلع لي الرقم ده او هتطلع لي الرقم ده. ايه 1000 سنه ب 365000. 365000 عاوز تحولها لثواني. حول لثواني بقى 365000. احنا بنتكلم بالقوانين بتاعتنا. ده قانون رباني في حديث النبي، وهذا قانون رباني في القران الكريم. اذا هنوحد القانون البشري بقى. لا احنا كده بنتكلم بالقانون البشري. القانون الرباني 365000. لو ضربناها بقى حضرتك كده 365000 يوم، 365000. لا يا دكتور ده 3 مليون. حسابات عايزه. حسابات. لا يا دكتور ده 3 مليون. 3 مليون على الحاسب. و65. شوف العمق ايه بقى، يعني شوف ده. لا ده هي 3 مليون 65000 لسه هنضربها في 24 في 60 في 60 في 60. ايوه ايوه. شوف بقى اللي هيطلع المسافه او اللي مشاها الحجر ده. ايوه. او العمق. احنا بنقول قانون الدنيا بنطبقه على ده. شوف الحسابات كام. احنا بس عملنا عمليه قياس. شوف الحساب كام. ربطنا عشان برضو الساده المشاهدين الغير مختصين في علم الرياضيات او الرياضيات البحته يكونوا برضو مقربين من المساله ويستفيدوا. احنا قمنا بعمليه قياس. قوانين الدنيا بتقول ان العين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 د ف، وده عالم متخصص كافر هو اللي قال الكلام طويل. ده والعلماء هم اللي اكتشفوا هذا الكلام. طيب القران الكريم بيقول ان وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون، والحديث النبوي الشريف سقط الحجر من فوهة النار إلى قاعها في 70000 سنة. طب ما نحاول نربط كده بإيمان ونعرف عمق جهنم والعياذ بالله، نجد أنها مسافة لا نهائية بقوانين نيوتن، يبقى الحق ما شاهده به الأعداء إلى ما لا نهاية. إلى ما لا نهاية. نقول إيه هنا بقى؟ نقول إيه لمن يجادلون في القرآن؟ يعني نقول إيه؟ مين اللي اكتشف ذلك ومين اللي أقر بذلك؟ علماء الغرب. علماء الغرب. أليس كذلك دكتور أحمد؟ طبعا. ما كمان حتى نيوتن اللي جي بعده مين؟ أو اللي هد نظرية نيوتن أينشتاين. نعم. ده اللي هد نظرية نيوتن. لو جيت تشوف بقى سبحان الله المسافة، تعريف المسافة وتعريف السرعة وتعريف الزمن، لما نيوتن عرف السرعة. نعم. قال السرعة عبارة عن إيه؟ معدل تغير المسافة بالنسبة للزمن. ده المسافة والزمن والسرعة ده هتاخد معانا حديث طويل جدا لو خدنا جزء منها بس في خلال دقيقتين. الإسراء والمعراج. نسيب الإسراء والمعراج ده للقاء يعني لقاء ده خاص حديث يعني. حديث طويل. نعم. جدا. نعم. على العموم دكتور أحمد احنا في نهاية هذا اللقاء لا شك ان عدد كبير جدا 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 من السادة المشاهدين توصل للآية اللي حضرتك عايز توصلها لنا كعالم في الرياضيات وسبحان الله،
وحقا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم. دكتور، في نهاية هذا اللقاء من برنامج آيات ومعجزات بتقدم لحضرتك بخالص الشكر والتحية والتقدير. شكرا يا دكتور. أيها الأحبة الكرام، نشكركم ونذكركم بسؤال حلقة اليوم، هو قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. في أي صورة من صور القرآن الكريم وردت هذه الآية الكريمة، وما هو رقم الآية؟ راسلونا على أرقام التليفونات الخاصة بالبرنامج والتي تظهر أمام حضراتكم، والجائزة 1000 ريال يوميا مقدمة من تلفزيون شبابيك. شكرا لحضرتكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.